بنا أن تهدينا للجوع سواء العرب أو المغاربة. أولا حياكم الله، أشكر جزيل الشكر مؤسسة البلابل اللي أوردت اسمي في لائحة التكريم مشكورة، وهذا إن دل فإنما يدل على اهتمام هذه المؤسسة برواد الموسيقى العربية، إن كانت موسيقى طربية أو موسيقى شعبية. هذا التكريم أعتبره ليس تكريما لي فقط، تكريم لجميع الفنانين في الوسط الفني اللي بيأدوا الفن الراقي الجميل طربي أو شعبي، وهذا من باب الاهتمام. مشكورين طبعا، وهذه بالسياسة العامة لدى مغربنا الحبيب وبتوجيهات جلالة ملك نصره الله سيدي محمد السادس الله ينصره، اللي كان بيعطي دائما اهتمامه وتوجيهاته للرفع من مستوى الفن والموسيقى، لأنها هي حضارة الشعوب وحضارة المغرب الحبيب. هذا التكريم أنا أعتبره لنفسي وأقدمه لجميع بالنيابة عن جميع الفنانين المغاربة أساتذتنا والذين تعلمنا منهم. أنا شاركت من خلال مسيرتي الفنية الطويلة مع عدة رواد أمثال صباح فخري رحمه الله، وديع الصافي، ميادة حناوي، عبد الوهاب دكالي، محمود الإدريسي رحمه الله، عبد الهادي بالخياط، عدد من استفدت منهم جدا ولمست الجانب الروحي والجانب الحضاري في هذه الموسيقى المغربية الرائعة اللي هي تعتبر نبراس ومعلمة في عالم الفن. شكرا جزيلا لمؤسسة البلابل في شخص رئيسها سيد سعيد، وشكرا لجميع المحطات الإعلامية الإذاعية والمرئية على تقديرهم وجهودهم في أي ومساهمتهم في رفع مستوى الفن. مشكورين جدا. كي لا يندثر عندما نكرم فنان نستعيد ذكراه ونستعيد مجده في عطائه الفني ومسيرته الفنية، أي فنان كان عندما تكرمه فإنك تكرم الذوق العام، القاعدة الشعبية التي تتلقى هذا الفن وهذه الموسيقى. هذا وجه البلد، حضارة البلد، فنها وطربها، والمغرب ولله الحمد له المكانة العليا والسامية بين الدول العربية في نشر فنها الراقي، وخصوصا إذا انتقلنا إلى جانب الآلة الأندلسي والفن الملحون، فهذه فن قائم بذاته ومدرسة، تعتبر مدرسة من مدارس الفن. رحم الله روادنا الذين وافاهم الأجل وبارك في عمر الأحياء، وإلى مسيرة فنية متقدمة زاهرة، لكي دائما مغربنا الحبيب يكون مزدهر فنيا. قيل بأنه رقي الطلب الأصيل لأنه تغنى شعرا. الكلمة الشعرية لها تأثير قوي في أذن المستمع والمتلقي، ولها تأثير على النفس البشرية. الكلمة الشعرية أصلا هي ملحنة تزداد تألقا بالموسيقى التي ترافقها. أكيد هناك أبيات قصيدة العمودية والقصيدة الشعرية الحرة الهادفة، نحن نؤيد القصائد الشعرية الهادفة، يعني التي يكون فيها موضوع إن كان وطني وإن كان اجتماعي وإن كان فني. شكرا. مرحبا.